السلام عليكم. احنا خلصنا الاتريبيوت والاكستراكتنج داتا، عملناها الاوتبوت. طيب ممكن بس يا جماعة اذا سمحتوا تفتحوا الايميل ده. طيب ممكن بس يا جماعة إذا سمحتوا تفتحوا الإيميل ده. طبعا بسبب إن إحنا في جائحة الكورونا وبنشتغل من البيت، فعايزين نعمل فكرة مبسطة زي السيرفر كده نستعملها بينا وبين بعض، ونستعيد بينها عن السيرفر بتاع الشركة. طبعا مش هنستعيد عن الشركة، طبعا سيرفر كبير، سيرفر الشركة فيه إمكانيات أعلى من كده وأسرع من كده، ولكن يعني زي ما بيقولوا إيه، يعني جزء صغير. فده الإيميل ودي الباسورد بتاعته عليه ونتعامل معاه. إحنا آخر حاجة وقفنا خلصنا عليها اللي هي داتا اكستراكشن. فاكرين يا جماعة داتا اكستراكشن؟ ونطلعها في جدول أوتوكاد او اكسل. الجزء اللي بعد كده ان شاء الله هيبقى ايه؟ فور الكترونيك ريفيو. احنا عايزين عندين بقى، احنا هنبتدي في اوتبوت. دي يا جماعه احنا المكتب الهندسي اصلا بيطلع لوحه، ده الاساسي بتاعه، تمام؟ فلما يطلع لوحه يا اما بيطلعها فور ريفيو للمالك او الاستشاري الرئيسي، اذا كنت انا استشاري سب كونسلتنت، استشاري فرعي، او في مثلا استشاري طبعا للمواد الالكتروميكانيكال، في استشاري للسيفل وورك في وهكذا، بيبقى في استشاري كتير. ففي استشاري عام، دي حاجه، او للمالك، او اذا كنت مقاول بطلع الشوب دروينج بطلعها لمين؟ للمقاول العام، للاستشاري العام، تمام كده. فلازم بديله نسخه بيبقى منصوص في العقد، يا اما بي دي اف يا اما دي دبليو اف. وعشان اشتغل لازم اديله اللوحه مظبوطه، اللايرز تكون مظبوطه، مش هتبان اللايرز في اللوحات، تبان في البي دي اف، دي مش هتفرق معانا، ولكن هتفرق في البرنت اوت، سمكات الخطوط، التكست مظبوط، اذا كان في عربي ظاهر، اذا كان في دايما، اذا كان في تكست متناسق، وهكذا. الحاجات دي كلها لازم تكون متناسقه. ده طبعا دول بعمله في طول اللوحه طلعه ظريف. طيب احنا طبعا الوقت اللي فات كنا بنشتغل، عايزين بقى دلوقتي نطلع اوت بوت للوحه. في البابلش وفي دي دبليو جي. الكترونيك ريفيو هي دي دبليو اف. بنيجي نطبع على اللوحه، نقول له كرونت رول بي. هنا البرنتر هو اللي بيحدد معانا اللي احنا عايزينه. عندنا اذا كان في برنتر موجود معين، دي برنتر بتاع ال ده المايكروسوفت، ده برنتر عادي اتش بي اللي هو الليزر جيت العادي، ده عندي ده بي دي اف، بس بيفضل في الدي بي دي اف بنستعمل ده. ده بيبقى بتاع الاوتوكاد نفسه، بيبقى انا افضل بصراحه يا جماعه دايما ان ايه، الحاجه اللي نازله بيلت ان مع الاوتوكاد ده مفضل بكده، لا اطلع لليزر مثلا او اطلع لحاجه معينه بيبقى احسن. ده بيطلع صوره، ده فانا بطلع لوحه يا اما جي بي جي دي دبليو اف، تمام يا جماعه. طب عايزين نطبع، عايزين نظبط الطباعه، نبتدي نعمل ايه بقى؟ اولا هندخل على اللاي اوت، نظبط البرنت بتاعنا. لازم نظبط الحاجات دي كلها الاول. هنقول مثلا، هنبتدي مثلا نقول السي تي بي هيظبط، كل الاوبشنز دي هنعملها، تمام. نظبط البلوتر اللي هنشتغل عليه اللي هو دبليو بي دي اف مثلا، حجم الورقه اللي هنشتغل عليها اي زيرو. طبعا دي احتمالات افتراضيات انا بفترضها، انا برجع لمين دايما؟ برجع لل
للعقد بينه وبين الناس التانية، بينه وبين مالك او بينه وبين الاستشاري، واشوف هو طالب ايه. تمام؟ فانا حسب الورق اللي احنا متفقين عليه اللي احنا عاملينه للفريم اصلا، وهكذا نمشي عليهم. طيب هنا هنقول له دايما بيبقى الطباعه هنا على اللي اوت، يبقى واحد لواحد. تمام؟ طيب وكده اتظبطت. نشوف كل حاجه بقى من دول، نبتدي نبص عليهم بقى شويه كده. السي تي بي احنا اتكلمنا فيه شويه قبل كده. احنا حد فاكر السي تي بي ووظيفته ولا ايه؟ وهنتكلم فيه تاني. طيب هنشوف لو حد احتاجه هنذكره تاني، نرجع له تاني. بلوت ان باك جراوند، دي اللي بعملها لما يكون ملف كبير عندي وعاوز اطبعه بس عايز اشتغل على الاوتوكاد. اوبجكت لاين ويت، دي لما يكون شغالان على الايه، على اللاين ويت. ده احنا عملنا قلنا ان في نظامين في الطباعه او في اللايرز، في استخدام اللايرز، يا اما باللاين ويت يا اما بالكلر. لو نرجع للحلقه بتاعت اللايرز هتفتكرها. تمام؟ فانا هي دي ترانسبيرنسي. عايز ترانسبيرنسي؟ حاضر حاضر يا باشمهندس. بيبر سبيس لاست، دي اللي بيفتكر اخر حاجه. هايد بيبر سبيس اوبجكتس. بلوت ستامب، دي الاوبجكت اللي على اللي اوت هنا على البيبر سبيس بيقول لك هايد. طبعا انا محتاجها فمش هعلم. ستامب هنرجع لها دلوقتي. تشينج تو لاي اوت، دي دايما بسيف الحاجه على اللاي اوت اللي عندي. طبعا انا هعملها ايه دلوقتي؟ نرجع للبلوت دي الاول بقى نبص عليها لازمتها ايه. البلوت دي بتيجي لما اجي اطبع اللوحه بيظهر لي داتا تحت هنا في الحته دي كده. يعني لو اعتبرنا ان الورقه البيضاء دي هي ورقه الطباعه، فيبقى تحت كده في داتا بتتكتب. ايه الداتا اللي انا هحطها؟ هو بيديك احتماليات اللي انت عايزها. الدرونج نيم، بلوت سكيل. تمام؟ عايزين نظبط دهيت لان دي الاساس بتاعنا. البلوت ستامب دوت، البلوت دوت، البلوت ستايل ده هو الاساس بتاعنا اللي نشتغل عليه. هنا دي البلوترز اللي نازله على احنا بنستعمل انهي فيهم؟ بنستعمل دي دبليو جي، وبعدين بنستعمل حجم الورقه حسب التعاقد اللي بيننا وبين اذا كان العميل او اذا كان الجهه المالكه. اكستندز ونخلي هنشيل دي ونخلي السكيل واحد لواحد، والسنتر دي بنظبطها دايما كده، وناخد السي تي بي وبروتين باك جراوند. دي لما اجي اطبع عايز اشتغل وانا بطبع، لان ممكن يكون ملف كبير ولا حاجه فانا عايز اطبعه، عايز اشتغل وانا بطبع. اوبجكت لاين ويت حسب ما احنا بنعمل السي تي بي او نشتغل في اللايرز حسب النظام اللي احنا عايزين نشتغل عليه. لو رجعنا لحاله اللايرز هنلاقي ان في نوعين في اذا كان باي كلر او باي لاير. باي كلر دي بتبقى كل لون معين بياخد لاين ويت معين، ده حسب الكلر. انما بالنسبه لللاير دي بتبقى اوسع واحسن، ان هي بتخلي الامكانيه اكبر ان احنا نشتغل. وذ بلوت ستايل اهو، بلوت بيبر لاست. عايزين نخش بقى على البلوت ستام، بنعلم صح هنا فبيظهر زرار هنا اهو، هنفتحه. بيحصل ايه اصلا في الورقه دي؟ ورقه الطباعه دي هنلاقي الكتابه تحت هنا في الحته اللي تحت دي. تمام؟ دي اللي عايز اظهرها، هي ديت كلها. بتتشال فين؟ بتتشال في اليوزر ابلكيشن ده، اوتو ديسك سبورت، اي نيو سبورت. الملف اسمه ام ام بي اس اس. الديفاين فايلز دوت الحاجات ايه، داتا بتتشال هنا. طيب دي، طب نخش بنص بسرعه. ده الشكل البرنت.
احنا عايزينه في البوتوم ليفت ولا توب ليفت ولا رايت، مكانه فين هنا والاورينتيشن بتاعه ايه. تمام، الفونت اللي هيكتب بيه اهو، والحجم بتاعه احنا طبعا هنعمله 2.5، وده الاوفست فروم، ده الاوفست من الحرف الورقه. يعني لو حرف الورقه هنا كده فهو عايز يطلع منه اوفست كام؟ 2.5. طيب وده بيتحط مع كل ما تطبع حاجه، كل ما تطبع تلاقي جنبه اتعمل ملف اسمه بلوت دوت لوج. تمام، طيب كان هنقول له سيف اوكي. هنا لو هقول له سيف از هشيله في مكان اللي فيه واحد للانش واحد للملي. عايز اسمي ده بقى باسم جديد عشان اشتغل عليه، ده مثلا باسم مشروع معين وليكن ايه HSN مثلا. شال فين اهو، ده الباث بتاعه رومينج وهكذا كده. نقول بقى هنا نقول له ايه، باشمهندس محمد رفع عايز يسأل على حاجة. اتفضل اسأل. اقول له اوكي. هنا في هنا دي كل لوسه 50 اهم لغايه هنا لغايه. تمام يا جماعه، فانا كل لون ممكن اديله الداتا بتاعته في الحته دي عايز اطبعه. يعني مثلا هنيجي نطبع الكالر 1 اللي هو الريد، عايز اطبعه بلون ايه، فانا هقول له بلاك او ريد. ماشي، يوز اوبجكت كلر اللي هو الجري سكيل عايزه اوف ولا اون، عايزينه اوف. البين نمبر البين نمبر اللي هنا بقى الايه السكريننج، دي درجه شفافيه اللون. ممكن الكالر ده في اللي في اللايرز متسمي معمول له لاين معين، لاين ويت لاين لما اجي اطبع بيه. تمام، اللاين فطبعا بستعمل ايه الاوبجكت لاين ويت او بغيره. فطبعا انا بستعمل اللاير كلر الاند ستايل. لو انت عايز الاند بتاعه عامل ازاي، يعني في لما يكون ليه سماكه يقف مع بالظبط، ولا بياخد السماكه يلف معاها، ولا ياخد دوران، ولا ياخدها شكل مثلث. الخط عايز يتملي فالفيل بتاعه احنا طبعا بناخده دايما، بس طبعا لو في اشكال تانية عايز اغيرها بغيرها من هنا. طب مختلف هنا في لاين ويت معين، في لاين ويت احنا بنعمله ما هم عايز اضيف واحد ممكن اضيفه هنا اهو. هيقول لي عايز واحد جديد، فانا ممكن اضيف هنا اللاين ويت بعمل له اديت وهكذا بزود من هنا. بس طبعا بفضل الاوتوكاد حاطط كل حاجه تقريبا. بعدين 1.3.5 بعدين احنا دايما بنتحرك يا جماعه يا اما يعني من 3 ل 5 5 وهكذا. يفضل انت تاخد الاوتوكاد حاجات الاوتوكاد نفسها دايما. الاوتوكاد دايما هما بيدرسوا شغلهم كتير وبيطلعوا الحاجات الكومن اللي بنستعملها.
وهسميها باسم جديد هشيله عني مستعمل المكتب مثلا باسم مكتب في مثلا شركات المجال والحاجات دي كلها. ماشي يا جماعة؟ فباجي هنا بقى في الحته دي بقول له اد، انا عندي الاي زيرو هنا بسجل بلوت بيج ستوب معينه، فانا هقول له بعد اذنك بس يا باشمهندس هتعمل بس شير سكرين عشان الشاشه مش واضحه. داش حاضر. مغزى يا جماعه. تمام كده؟ كده تمام يا باشمهندس الشاشة واضحة. الشاشة شير سكرين. حاضر 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 حاضر. مفيش، احنا كده يا جماعة ظبطنا الحاجات دي كلها. طبعا هنا في كمان اللي هي الايه الورقة، شايفين الطباعة هنا اذا كان بورتلاند او لاندسكيب. تمام. طب انا حفظت الحاجات دي كلها، في ان انا احفظها ابلاي تو لاي اوت، دي كانت اتحفظت للاي اوت ده. طب انا عايز بعد كده استعملها في كل حاجه، بعمل لها اد هنا. ماشي. فهقول له مثلا دي ده اسم عام، فانا بسمي بي دي اف داش اي زيرو اسم عام موجود، هقول له اوكي كده اتحفظ اهو يا جماعه. هقول له ابلاي تو لاي اوت كده اتحفظ عشان استعمله بعد كده في الطباعه، بقى موجود عندي. هكنسل. طيب هخش على اللي اوت الثاني. طبعا ممكن اشتغل مع اللي اوت، ف عايز هنا البلوت ستايل بتاع اللي انا اشتغلت عليه، هعمل رايت كليك بس. هنقفل هنا الاول، اتاكد بس من الطباعه، نشوف الطباعه معموله ازاي. هنا نان اهي، كله نان، حاجات كتيره لتر وهكذا، كله غلط هنا اهو، ولا مش اللي انا عايزه يعني. هعمل رايت كليك، اقول له ده، دبل كليك عليه، فاداني اللي اوت مستعمل البيج ستوب ده، واللي اوت اهو كل حاجه جت برضه بي دي اف اهو، دي دبليو جي وهكذا، كل حاجه اول من اول فيلم بالظبط. انا ساكت عشان اسمع بس السيد عايز النت. معلش يا جماعه. طب نبدا الجديد. انا عندي الحاجات دي، فايل جديد اهو، انا عاوز اللي انا عملته هناك يجي هنا. هقول له كليك بيج ستوب بورت اهو، فاقول له امبورت، لازم اروح هناك اسيف الاول الفايل الناحيه الثانيه، اقول له سيف لكتشرز مثلا. تمام. هروح على الفايل
نفس البلوت ستايل كل حاجه. هدوس على اللاي اوت رايت كليك البيج سيت اب مانجر نفس المبدا تعمل حاجات سيستم معين موجود ده الملف اللي فيه اللي فيه البيج سيت اب اقول له اوبن هيقول لي في عندك هنا هجيبه لي هنا اهو دبل كليك عليه راح متحول واشتغل عليه. طيب تمام كده يا جماعه لحد. طيب انا بعد ما اخدته انا عايز اعدل فيه هقول له ايه؟ هقول له موديفاي فتح لي الشاشه هعدل اي عايز اعمله هعمله. اي تعديل او اي تغيير عايز اظبطه هظبطه هنا تاني لازم هقفل هنا واحفظه هنا وهناك استدعيه بوز هنا هنقول له سيف هنا. استاذ حسن استاذ حسن معلش الصوت بيقطع بس فلو حضرتك تقدر تعيد الحته دي تاني يبقى كتر خيرك يعني. نعم طيب انا اخده في لوحه تانية اهي اخد فيها البلوت ستايل ده اقف على اللاي اوت اللي انا عايز اخد البلوت ستايل بتاعي رايت كليك امبورت من الملف ده اروح مستدعيه من واقول له اوكي اقول له كرنت او دبل كليك عليه هي هي واقول له كلوز. تمام بعد ما مثلا خدنا شاف فانا عايز اغير في البولت ستايل ده هو البي دي اف اخلي السي تي بي بتاعي هروح جاي نفس المبدا في البلوت ستايل مانجر طب اللي انا عايز اعدل فيه وهقول له هنا موديفاي اهي عايز اعدل في البيج سيت اب هفتح من نفس الحكايه بيج سيت اب مانجر هقف على اللاي اوت رايت كليك الشاشه فصلت فهتعمل بس شير سكرين تاني هعمل معمول لها شير دلوقتي يا شير لسه ظاهر دلوقتي بص ظهرت كده اه كده تمام. انا عايز البيج سيت اب انا عملته تمام طب عايز اعدل فيه لو جيت اعدل هنا في البرنت تمام لو جيت في البرنت هنا وجيت انا ما هو عندي ايه ما هو لو جيت عملت بيج سيت اب جديده لا انا عايز اعدل هنا نفسها هخرج وارجع لك بيج سيت اب مانجر انا عايز اعدل في ده هقول له موديفاي اهي اعدل في اللي انا عايزه هنا دلوقتي اهو هروح اعمل له هخش على الشاهد مثلا واقول له اوكي اهو ظهر هنا الشاهد فعشان كده مظبط كل حاجه عنده هنا. طب استاذ حسن لو سمحت ممكن
تشرح لنا بس الفانكشن بتاعت البيج سيت اب مانجر، يعني ايه الفرق ما بينها وما بين ان انا اعمل كنترول بي عادي مثلا من الـ من اللاي اوت واشتغل عادي. ما انا لو عملت ابلاي لاست برنت بيجيب لي نفس الحاجه تاني، انت عايز ولا دي توفر ليها؟ على نفسك استاذي، انت عايز توفر على نفسك وقت. احنا دايما بنحط لك حاجه توفر عليك وقت، فانت بتحط سيستم معين اشتغل عليه، فده بيجي سيت اب ابقى اطبع عليه فاروح واخده، بدل ما اقعد اظبط كله يعني اهي. ممكن هنا هقول له برنت كل شويه، هقعد برنت واقعد اغير هنا واغير ايه، لا دي خليها مش عارف ايه باسم الشركه هنا مش عارف يعني. هنفتح له نفتح لوحه جديده مثلا، اهي دي لوحه جديده، انا فتحت لوحه جديده هقول له برنت، كل شويه بقى اقعد اعدل. انا عايز اعمل دي دبليو اف شه، وهنا مش عارف ورق بيبر سايز، تمام تقعد كل شويه تعدل الكلام ده كله. طب وليه؟ تمام فتيجي تقول له امبورت مثلا لو انت عايز بقى من هنا او من البيج سيت اب مانجر، تقول له ممكن من هنا امبورت برضه، اهي اهي موجوده، تقول له امبورت وتختار وتقول له انا عايز دي جت هنا اهي خلاص، راحت فين هنا، تقول له اوبن اخدنا دهيت، تقول له اوكي اللي اوت بيج نيم هاز اوريدي بين ديفايند اهو ودايركتوري ديفاين، اقول له يس بقى موجود هنا، اروح فين نقفل تاني ونفتح تاني، اقول له برنت. لازم ناخد اهو متظبط على اللي اوت، نيجي عند اللي اوت نقول له رايت كليك، نقول له بيج ستاب مانجر اهي موجود اهو، دبل كليك عليه سيبت هنا وخلاص تمام التمام. نيجي نطبع ظهر موجود كل السيستم بتاعنا مظبوط هنا وكل حاجه تمام يا باشمهندس، بدل ما اقعد تمام كل شويه اقعد تمام اعدل واعدل يبقى ظبط كده تمام يا كده بس يا جماعه. الفانكشن ما كانتش باينه في الاول لان الصوت كان بيقطع، بس تمام دلوقتي خلاص ماشي حاضر بانت الوظيفه بتاعتها. شكرا جزيلا. تمام شكرا يا فندم. طيب انا عايز اعمل بقى ببلش، انا عندي دلوقتي عندي 4 فيرات اهم، ثري ادي 1 2 3 برضو كده. انا عندي 4 فيرات دلوقتي عايز اطبعهم، يعني ده 4 1 اهو، احنا فين في فايل 4 4 2 تمام كده يا جماعة. هسيب كل حاجة اهو دلوقتي، انا عايز اطبع. المفروض اللي يحصل ايه، كل لوحة اقول له برنت، هقول له برنت اطبع اقول له اوكي، وراح رايح على اللي اوت التاني اقول له برنت، صح كده يا جماعة؟ طب انا عايز اوفر على نفسي، هقول له فايل بقى هنا في دامر اسمه ببلش، ببلش اهو، هتلاقي كل اللي اوت اللي هنا موجوده هنا اهي تمام كده يا جماعه. ادي البي دي اف اهو 1 و2 والملف والبي دي اف 2 وبعد 4 و5، هروح دايس هنا عشان يثبتوا يترصوا بقى بالترتيب الابجدي اهم الفابيتيكال اهم تمام كده. هنا بقى قابلتنا جزء صغير هنا ظريف قوي، ده اللي عايزين نرجع له. طب ما تيجي نعمل ملف جديد الاول بالمره يا جماعه، كنترول ان اهو فايل جديد اهو وهنحفظه. احنا ما خدناش البي دي اف هنا بتاعنا، ما خدناش البيج ستاب، خدناش هنا ادي اهو، هنا ما فيش بيج ستاب اهو يا جماعه، لكن عايزين نطبع هنعمل ايه؟ وعايزين نقفل دول كلهم بقى كمان خلاص بالمره، ادي سيف اول تمام. عايز اطبع، انا عايز اطبع كام فايل دلوقتي، اقول له بابلش جاب لي الملفات المفتوحه، جاب لي الملفات المفتوحه اللي هو فايل واحد بس، عايز اضيف
في فلات تانية عايز اضيفها، فاقول له هنا في علامة زائد اهي، افتحها واروح على المكان بتاعنا اهم ملفات اهي، ده اللي متحمل، ده اللي مفتوح ومتحمل، ودول لسه هروح قايل له سيلكت، راح مرصصين كلهم هنا اهو يا جماعه، حتى الفايل الاخير هو اللي هو بيدف 5 ما فيهوش لي اوت، بيقول لي ديفولت نان هو اللي اوت نوت انشالايزد. انشالايزد سامعين يا جماعه؟ سامعين؟ ايوه هندسة سامع كده يا جماعه، كلهم موجودين اهم، موجودين كلهم، عايز اطبعهم. في بعضهم هنا موجود له بي دي اف اي زيرو وفي لا، فانا هعمل ايه؟ اروح اعمل سيلكت عليهم كلهم، هنسيب بس اللي اوت ده اهم، دول كلهم كده. في عندنا اختيارين، هنقول له بي دي اف، بس في حاجه هنيجي نطبع ده هو متعلم بس مش هيطبع، ليه؟ لان هو ما عندوش في الفايل الحته دي، فاحسن حاجه هروح قايل له بالمره بقى نعمل حاجه امبورت، اقول له امبورت الفايل فين؟ الفايل بتاعنا العادي اهو، انا شايله هنا هنا من ده، شوف ظهر لي فين امبورتد بي دي اف، اخد اختار اختار ده ولا ده؟ اختار ده لان ده امبورتد، لان في 5 ما حطيناش فيها البيج سيت اب دهيت، فاقول له لما تيجي تشتغل استدعيها، فاقول له امبورتد بقى، راح جايب لي امبورتد كلها اهو. تمام كده يا جماعه، واقول له بابلش، بابلش هيطبعهم كلهم. تمام، ممكن الحته دي تاني بعد اذنك يا استاذ حسن؟ حاضر، انا عندي فايلات عايز اطبعها، ده 5-1 5-2 انا عندي، انا مثلا عندي مشروع فيه 20 فايل 30 فايل 50 فايل، هفتح كل فايل واحد واحد افتحهم؟ ما ينفعش، ده انا كده عايز بقى، انا عايز كده ده موال، لا. فانا بعمل ايه؟ في حاجه اسمها بابلش، امر اسمه بابلش، فلو جيت اقول له بابلش اهو، هنعمل حته غلط دلوقتي وهن ايه، هنشوف هي هتأثر معايا ازاي. خدنا الواحد لخمسة اهو سيلكت، هاخدهم كلهم اطبعهم، ماشي يا جماعه، هناخد كله كده وهنيجي ناخد بي دي اف ده اهي، اهي هنقول له بابلش نو، اقول له طبعا دي بعملها يس لو في حاجه معينه، طبعا سيب فراغات فاضيه عشان تبع بسرعه. الملفات بتتبع اهي يا جماعه، ادي 1 و2 تمارين الطباعة يا جماعة، احنا 10 من 10 فايلات الطباعة، هنلاقي فيهم 5-2 ده مش مظبوط، لو حتى يعني لو حاطين لوحات او حاجة زي كده، ده 52 و51 مش مظبوطين، ليه؟ لان هو اهو اللي هو اللهم صل على النبي اهو، لان هم مش واخدين البي دي اف بتاعنا اللي هو البيج ستوب. فطب هعمل ايه؟ اما اجي اعمل بابلش واخد الملفات دول واقول له اوكي، اجي اختار كلهم كده اعمل امبورت للبي دي اف ده للبوت ستايل ده، هقول له امبورت وادخل على الفايل بتاعي اللي هو ده اللي هو البي دي اف الاولاني، واختار امبورتد بي دي اف ده كده، خلوا البوت كله يبقى يشتغل بالسيستم بتاعي بيجز، اروح قايل له بابلش هيبتدي يطبعهم كلهم عادي جدا.
طبعا هو مش باين هنا هتلاقي لو في حاجات موجوده هيطبعها لونها بالالوان بتاعتها يعني الاحمر احمر والاخضر اخضر وهكذا لان ما عندوش بورت ستايل يشتغل عليه. تمام كده يا جماعه؟ طيب احنا عايزين الحاجات دي شيت ليست. انا بصراحه ما اشتغلتش على شيت سيت قبل كده وشيت ليست والحاجات دي ولكن انا ما عملتهاش قبل كده ما اشتغلتش شيت ست مش لان هي طبعا هي سهله تتعمل شيت ست ولكن دي شيت ليست ماشي. بس الشيت ست يا جماعه ما بشتغلش بيه ليه؟ لانه انا ممكن اعمله في مكتب والمكتب يشتغل عليه وكل حاجه وتمام تمام. طيب كله كده انا مطالب ان كل واحد جديد يجي في المكتب نشرح له الشيت ست هو ايه والملفات لما اوديها المكتب تاني بعد اشرح له الشيت ست هي ايه. فانا دخلت كده في موال مش ظريف. انا مثلا اديتها للاستشاري مثلا او اديتها للمقاول هيبقى ايه دخلنا في موال مش حلو يعني ولكن الملفات الطباعه بتاعتها على طول كده احسن يعني. طيب هنطبعهم فين؟ هنا بقى اهو يا جماعه شفتوا بقى كنا بنتكلم عليه دي دبليو اف اهو. دي دبليو اف اهو يا جماعه او بي دي اف احنا عملناها بنعمل بي دي اف. البلوتر نيمد ان بيرجز طب ده اللي احنا خدناه في البيرجز طب. لو عايزين حاجه معينه دي دبليو اف هنا تمام يا جماعه. هنا بقول له اوتوماتيكلي لود اول اوبن درونجز. لو انا فاتح اكتر من فايل بيقول لي تحمله هنا على طول. لو شلتها مش هيحمل كده هيحمل الفايل بس اللي انا فاتحه تمام. طيب نيجي للقائمه دي في بابلش اوبشنز دهيت تطبع فين؟ فده بيقول لك المكان اهو. لو عايز تغير المكان بتدوس على الثلاث نقط بتدوس على الثلاث نقط دول وتغير المكان بتاعهم فتح ما انت عاوز. انا عايز مثلا الدوكيمنت عايز اقول له اس ام هنا عايز اطبعهم هنا اقول له سيلكت خلاص. في مالتي شيت في مالتي شيت انا عايز سنجل دي لو عايز اطبع الفايلات كتير كل فايل لوحده بي دي اف لوحده او كلهم متجمعين في فايل واحد. النيمنج تبعه اللير انفورميشن اهو دي اللير انفورميشن. عاد لما باجي اطبع اللايرز لما باجي اطبع بياخد اللاير بتاعتي وبيحطها في الملف البي دي اف لو انا محتاجها مش محتاجها خلاص. ميرج كنترول اللاين اوفررايد لو في لاينين فوق بعض بيعملهم كده بيجمعهم هنا. الباسورد لو انا عايز اعملهم باسورد اهيت عايز اقول له باسورد اهي. بعدين هنا لو عايز احطها لا مش عايز مهم مثلا عايز ديسيبل فينا بالباسورد بحطها هنا ماشي. البلوك انفورميشن البلوكات انفورميشن بحطها لا ما احطهاش تمام كده يا جماعه وبقول له اوكي. كده انا ظبطت الاوبشنز بتاعتي هخليها هنا دي سنجل شيت عشان عايز اطبعهم كلهم في ملف واحد. وهقول له بابلش. كده يا جماعه حاجه تحت هيطبعهم كلهم في حته واحده دلوقتي. هتضعهم كلهم في ملف واحد ده المفروض. عايز تشيله فين الدبليو اف دهوت هقول له لكتشرز ادفانسد هقول له هنا لا كنسل بقى كده ماشي يا جماعه. لحد كده يا جماعه في اي استفسار؟ السؤال واحد بس بعد اذنك يا استاذ حسن. هو انا لما بطبع بعمل ببلش لاكتر من فايل بختار بلوت ستايل واحد وعلى نفس الفايل اللي انا بشتغل عليه ببلش بيتظبط بقيه الفايلنج على نفس البلوت ستايل اللي انا عملته؟ نعم تمام تمام
وفيك يا باشمهندس مصطفى، بارك الله فيك يا باشمهندس مصطفى. طيب النقطة اللي بعدها اي ترانسميت. طبعا الكترونيك فيو اللي هي دي بالاف اللي احنا طبعا انا طبعا ابتديت بالببلش عشان هي منها الكترونيك ريفيو اللي هو دي دبليو اف. خلصنا ببلش الاي ترانسميت. الاي ترانسميت دوت بقى هو يا جماعه انا عندي ملفات. انت شغال في مشروع مثلا، هنفتح مشروع اهو نقول له مثلا في مشروع يا جماعه انا شغال عليه دلوقتي اهو، مثلا هفتحه في بيلدينج 1. طبعا يا جماعه فاكرين اللي هيدخل في اللي هيفتكر في الستاندرد ودرافتنج سيستم هيعرف الشبكه دي لازمتها ايه وبنعمل بيها ايه، فيبت ترجعوا لها لو حابين. يعني دخلنا على البيلدينج في الاستراكشر دروينج اهو، انا عندي البلانز اهي شغاله كلها في اكس ريفات. انا هفتح ده مثلا اقول له اوبن اهو، هنلاقي في اكس ريفات هنا موجوده اهي. انا المشروع كله اكس ريف. طب انا عايز ابعته للمالك مثلا، عايز ابعته للاستشاري، انا هقعد اعمل ايه؟ فهقول له بقى في حاجه اسمها اي ترانسميت. هقول له هنا فايل اي ترانسميت. الاي ترانسميت ديت بتعمل ايه؟ دونت سيف يس. مش احنا كنا ضغطنا في الببلش هنا برضو ممكن نضيف هنا برضو ادي ممكن نضيف فايلات اهو اد فايلز هنا اهي. انا عايز اضيف بروجكتس ياخد دول كمان، ده المفتوح محطوط، ده اللي باقيين اهم موجودين. هقول له اوبن. تمام يا جماعه اهم هقول له اوبن، اتحطت لي الفايلات كلها هتتحط هنا. هو مش لاقي الفايل ده، هقول له اوكي ماشي كده. الفايلات يا جماعه اتحطت هي كلها، ده الكارنت درونج بتاعنا اهو واليوزر ادي اهو، دي الفايلات اللي انا حطيتها شويه من شويه. تمام. طيب عايزين بقى نعمل ستاندرد معين، هنيجي هنا نقول له ايه ترانسميت سيت اب. عايز واحد جديد ولا لا؟ هقول له نيو. انا عايز اسمي بتاع ايه شهد اهو بيزد اون ستاندرد كونتينيو. هنا بقى نيجي في الحته الظريفه دي بتاعت الستاندرد، الستاندرد بتاع الاي ترانسميت. انا عايز الملف مضغوط ولا فولدرات مفتوحه؟ فانا بيعمل لي الملف اذا كان زيب فايل مضغوط ملف عادي او اكس اي. طبعا لا يفضل ده، لا يفضل الاي اكس اي. ليه؟ عشان الفيروس بينتقل بالاي اكس اي. فانا كده اديت للراجل، لو انا عندي فيروس يبقى انا اديت هديه ظريفه اللي انا بعت له فايلات فيروس محترم من اللي عندي. تمام. وفي فولدر بيبقى سايبها لي فولدرات مفتوحه عادي جدا. طيب فايل فورمات، انا عايز اغير الفورمات بتاعي ولا لا؟ انا طبعا هنا 13 يعني الفورمات 14 الفورمات بتاعه 13. على فكره هي ليه يا جماعه؟ زمان كان بينزل كل سنتين بينزل فيرجن، يعني كان بينزل 10 ونزل مع 11 12 ونزل مع 13. كان زمان بينزل كل سنتين، دلوقتي بينزل كل سنه. طبعا كلها مع حاجات تجاريات وحاجات زي كده تجاري وبتاع، وعايز يبيع وعايز فيرجنز وعايز فلوس، بس هي كان زمان بيطلع كل سنتين فيرجن. تمام يا جماعه. لاحظ ان الاوتوكاد 14 ما تلاقيش الاوتوكاد 15، هتلاقوا ايه كان زمان بينزل كده كل سنتين. تمام يا جماعه. اهو بص بقى 2000 2004 بقى داخل ابتدى بقى يدخل في سنه سنه بقى، وسبعه اهي 10 13 وهكذا. طيب احنا عايزين نجيب هنجيب الاكزيستنج فورمات. طبعا انا لو اشتغل على فيرجن عالي وببعت لازم ابعت على 14 اقل حاجه، يعني عامه كله معتمد على 14 دلوقتي. تمام. احط فين الفايل؟ احط اهو مكانه، اهو مكانه في فين؟ هختار مكانه في المشروع نفسه هنا في الحته دي، اقول له اوبن.
راح حاطه لي هنا اهو. ترانسميتر فايل نيم اسم الفايل اهو. هي برومبت يعني هيسالني عليه او اوفررايت نسيسري. اوفررايت نسيسري لو موجود هعمل له اوفررايت. تمام. فخليه برومبت احسن. يوز اوريجينال فولدر ستراكشر دي هتظهر لو انا عايز ابعتها له ايه كانها هي هي الاكسرفات الموجوده زي ما هي، يعني مش عايز اعمل لها بايند، مش عايز اعمل بايند للوحات، عايز ابعتها له. لان مثلا افرض انا شغال، انا مش لازم ابعت للكلاينت، انا ممكن ابعت انا في فرع هنا، انا في مكتب شغال هنا في فرع، وفي فرع تاني موجود في قطر مثلا او في السعوديه او في الامارات في الخليج في اي حته، فانا عايز ابعت له الملفات ينزلها عنده في السيستم عنده ويشتغل منها على طول. مثلا مشروع ابتدينا معاه هنا وعايزين هناك، او هناك وعايزين نكمله هنا، فاحنا بنبعت بالحته دي، فانا عايز ابعت له زي ما هي. فكده هجيب ايه الاستراكشر بتاعي زي ما هو عادي جدا وهيحطه لي هنا. بليس اول فايلز ان وان فولدر هيعمل لي، هيلغي لي حكايه الاكسرف اللي هو الباث بتاعها، هيحط كل الفولدرات كل الفايلات فولدر واحد. ماشي. كيف فايلز اند فولدرز از از، خليها زي ما هي كل حاجه زي ما هي. يوز اوريجينال فولدر ستراكشر او كيب از ات از. تمام. الاكشن اللي هيعمله بعد كده ايه؟ الافضل انت هتبعت لمين او مطلوب ايه. احنا يا جماعه لازم نعرف ان احنا مش مفيش حاجه اسمها الافضل. لو في حاجه افضل هو نعمل كذا، لكن لو في حاجه مفتوحه، لان انت حضرتك المهندس شادل ايه الافضل؟ الافضل انت هتبعت لمين؟ هتبعت للاستشاري يبقى لازم تعملها له بايندد. هتبعت لفرع تاني ليك، انت شغال في فرع مثلا في القاهره وفي فرع تاني في دبي او في الكويت، طب انت عايز تبعت له نفس الاستراكشر زي ما هو عشان يحطه عنده في الشبكه ويشتغل عليه. فهي هنا هتفرق، هنا ايه الافضل؟ الافضل في اللي انت هتعمله. تمام يا جماعه. طيب الاكشن اللي بعد كده عايز في اكشنز هنا. تمام. بعد ما اخلص عايز يبعت ايميل، فهقول له يس ابعت. ماشي. سيت ديفولت بلوتر، فاكر احنا عملنا بلوتر وعملنا بيج سيت اب والحاجات دي كلها، انا عايز الغيها عشان لما يروح هناك ما يعتمدش على البلوتر بتاعي، يعتمد على البلوتر بتاعه، فانا هعملها له نن. هنا بقى في بايند. هنا بصوا يا جماعه خليكم في الاستراكشر ده موجود اهو، هقول له بايند بقى. ده عكسه بقى دلوقتي، انا عايز بايند. هيبقى دي خلاص تعتبر ملغيه، ملهاش لازمه. تمام. ايه الفرق يا جماعه بين بايند وانسرت؟ انا لما باجي اعمل بايند الاكس ريف عادي، في بايند وفي في في, في, في بايند وفي انسرت، ايه الفرق بينهم؟ عايزين نسمع يا جماعه الكلام. سمعت الادمن يفتح بس الصوت، اللي عايز يتفضل يقول يتفضل على اجابته، اتفضل يقول الاجابه. بالنسبه للبايند يا باشمهندس حسن، باشمهندس حسن معاك اتفضل. بالنسبه للبايند بيكتب لي اسم الملف على طول، اما الانسرت بيكتب لي المسار اللي فيه الاكس ريف قبل المسمى. ماشي. حد عنده راي تاني؟ انا هشوف. تمام ماشي يا باشمهندس. هو تقريبا البايند بيبقى ملف كاد، بس الانسرت بيبقى اي ملف تاني، ما والله اعلم يعني مش متاكد قوي. ممكن البايند بفجر الملفات بخليها مثلا زي ما تسوي اكسبلود مثلا. الله ينور عليك. الله ينور عليكم يا جماعه. هو كله بيفك الارتباط ما بين المرجع الخارجي اللي هو الاكس ريف والملف اللي احنا ساحبين عليه الحاجه، بس في المسمى كمسمى لليرز ولا حاجه بيكون اسم الملف والمسار بتاعه موجود قبل الملف ده في حاله الانسرت، اما البايند بيكون اسم الملف على طول بدون باص. طب تيجي نجرب؟ اتفضل يا فندم.
نجرب نعمل بايند اهو. اول مره هنعمل له اوكي بايند اهو ونشوف اللايرز اسمها عامل ازاي. هنلاقي اسم الاسم ده ظهر هنا اهو، اسم الفايل نفسه اللي انا واخد منه ظهر هنا في اللاير نيم، طبعا بلوك نيم والحاجات دي كلها، وهيحط الدولار ساين موجوده، هي الدولار ساين موجوده تمام. طب نرجع للاندو. نقول له بايند ونقول له انسرت. يا ترى حط اسم ملف هنا اللي واخد منه؟ ما حطهوش. فالفرق بينهم ان هو لما يجي يعمل بايند فبيخلي البلوك بيدخل بيحط له اكستنشن بتاعه بيسميه اسم جديد وبيحط بريفكس ليه اللي هو اسم الفايل اللي واخد منه. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ ولكن لما يجي يعمل انسرت بيلغي الحاجات دي. طب دي ليها ميزه وليها عيب. ميزتها ان هي ما بيخليش اللايرز كتير، وال يعني ممكن في لاير معين باسم معين. اما يكون عندنا لاير معين باسم ما تمام، اما يكون عندنا فايل باسم ما تمام، مش هيقعد يعمل لي بقى لير جديد بنفس، لو في نفس الاسم اللايرز موجوده لير واحد في الفايلين هيعمل واحد، وبعدين في لما يعمل بايند لو عملها بايند هيعمل الفايل نيم هيحطه قبل اسم اللاير. لكن لما اعمل له انسرت هو بيدخل كل حاجه جوه الفايل، اللايرز زي ما هي بيحطها، كل حاجه بيحطها زي ما هي في مكانها، ما بيعملش لاير جديده. طب دي ميزتها ان هيوفر عليا الحاجات دي. طب عيبها في ايه؟ عيبها انه لو انا مش ظابط مثلا اللايرز بتاعتي، مش ظابط اسامي البلوكات، مش ظابط اسامي التكست ستايل والديمنشن ستايل، هتلاقيه بياخد الموجود في اللوحه دي بس، لكن اي حاجه ثانيه في الاكس ريفات الملفات الاكس ريفات هتلاقيه بيعتمد على الموجوده في اللوحه دي. فلو انا مظبط السيستم بتاعي كله متكامل، الشغل بتاعي كله كلايرز وكلاير نيم ولاير بروبرتيز والبلوك نيم والتكست ستايل ديمنشن ستايل كل حاجه مظبوطه عندي في الفايلات كلها سيستم واحد، فمش فارقه معايا اعمل بايند او اعمل انسرت، مش فارقه معايا. لكن خلي بالك انك لو عامل بلوكات بقى نفس الاسم، يعني مثلا انت عامل ستير، فانت عامل السلم عامله بلوك، فانت في لوحات مسميه ستير 1 ورحت جاي على لوحه ثانيه بسلم ثاني سميت برضو اسم اس 1 سيرت ستير 1 نفس البلوك نفس الاسم اهو، ولكن المحتويات هنا غير هنا. لما تيجي تعمل بايند هياخد المحتوى اللي في اللوحه اللي انت عامل لها بايند فيها. وصلت الفكره كده يا جماعه؟ يا باشمهندس مصطفى لو انت عامل ستاندرد معين هيجمع ويبقى معاك في اللوحه دي. لو انت مظبط الستاندرد هتلاقي الحكايه مظبوطه وتمام التمام. طيب كده وصلت يا جماعه النقطه دي؟ في حد معترض على الفكره دي او لسه مش واصله؟ واضحه ماشي يا باشمهندس شادي. ماشي يا باشمهندس رومان 100 100. طيب نكمل بقى دي ترانسميت بتاعنا، دي ترانسميت عايزين نكملها. يو ونت سيف دروينجز، هقول له اوكي. نيجي نفتح الفايل بتاعنا اللي احنا عايزين نشتغل عليه. هنفتح الفايل اللي هو الزريب بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه يا جماعه، معلش بس الوقت اللي اوتوكاد ضرب مني اللي هو ده.
كنا شغالين على الفايل اللي هو اللي فيه اكسرف صح؟ جزاكم الله خير يا باشمهندس احمد. هنقول له شاهد اهو، هنقول له سيت اب بتاعنا اهو موديفاي، وصلنا لغايه فين؟ البايند، ازاي الفرق بينهم البايند والانسرت، الفرق بينهم تمام يا جماعه؟ واضحه النقطه دي. لو انا عايز اعمل الفايل باسورد ليه وعايز اعمل بيرج للدروينجز هنا اهو. طيب في هنا حته بقى ايه؟ بضيف لو انا مستعمل حاجات معينه خارجيه زي الفونتس، انا مستعمل فونت خارجي. انا يا جماعه يعني انا لو افضل حكايه ان في بعض المكاتب تقول لك ايه؟ انا هعمل فونت جديد، هستعمل فونت خارجي، هستعمل هاتش خارجي. الحاجات دي كلها يا جماعه يعني هي موجوده. وكلمته كذا مره تملك يا بابا، قلت لها يا ماما مش عايزاها. فيا جماعه فما حدش يستعمل حاجات خارجيه. الاوتوكاد فيه حاجات كفايه بتاعته، بيستعمل فونتات الويندوز بتاعته. فانا عايز اسهر اللوحه، اللوحه ما تبقاش مش تبقى مش هتاخدش خارجي تمام. فنستعمل الستاندرد بتاع الاوتوكاد عشان لما اودي الملف لحد معين بيبوظ بيضرب. فانا انا بخاف على شغلي، انا عامل شغلي بطريقه معينه بتنظيم معين، فانا بخاف عليه بحيث ان هو ممكن يطلع بره يبوظ. طب وليه؟ فنستعمل الحاجات اللي في الاوتوكاد لما اوديها لحد تاني في مكان ما خلاص هيستعمل الفونت اللي في الاوتوكاد، الهاتش اللي في الاوتوكاد، مش هيقعد يقول لي مشاكل. بنشوفها فين كتير قوي؟ لما يكون في ملف خارج من الريفت، وشوفوا الهاتش، هتلاقي الهاتش اسم جديد وما فيش تعديل فيه. فانت كده بقى طب وليه؟ تمام يا جماعه كده؟ طيب انكلود فونتس، فانا لو هعمل فونت جديد بحطها بقول له خدها ماشي. انكلود طبعا كل تكست تكستشرز لو انت حاطط فايلز فور داتا لينكس، لو في داتا لينك موجوده فوتومتريك ويب فايلز. عايز اكتب ديسكريبشن معين، هقول له ديتد مثلا، ديتد عشرين واحد وعشرين داش اتنين، احنا فيهم 11 النهارده. في حته صغيره يا جماعه هنا، لما نيجي نحفظ او نكتب تسميه لاي فايل يا ريت نستعمل السيستم ده، سنه شهر يوم. ليه؟ لو انا عندي فايل بتاريخ مثلا سنه 2020 يعني هنقول مثلا ده اللي هيتحفظ الاول ولا ده؟ انا هنعملها مرتين. ده لو مثلا لو 2020 خلينا يا جماعه، فانا دايما بخلي السنه وبعدين شهر وبعدين يوم، واقول له اوكي كده. بيقول لي اوكي تمام موديفاي، خلاص كل حاجه تمام، كل حاجه كلوز اهو. هنا عندنا الفايل ده وعايزين نضيف فايلات تانية، هنقول له اد فايلز، حط الفايلات دي اعمل اوتوكاد هتهنى. نعم ادي الفايلات يا جماعه، هقول له احنا حفظناها بس المكان، نرجع بس المكان اللي حطينا فيه الحاجه، ما يكونش السيف اي ما تسيفش، هنحطه في فولدر المشروع. طبعا فولدر المشروع انا المفروض بقى كسيستم هنا في فولدرات للنفس فيها النسخ والحاجات اللي بنبعتها تمام.
بس انا هسيبها بره دلوقتي هنا. اقول له سيف، اقول له اوكي تمام كل حاجه يا جماعه كله تمام التمام. بص بيقول لي بقى ايه، هدي كل حاجه هتطلع اهي، الفونت ماب والفونت اهو بيطلع معاه، والفونت السي تي في هيطلع معانا اهو، بي سي 3 الاكستراكت فايل اهي، الفايلات الاكسترنال فايلز اهي تمام. ده لكل فايل هيبتدي بقى يجمع لي الحاجات دي كلها لكل فايل اهو اهو. كل فايل بيجيب لي الحاجات اللي هو، كل فايل بيجيب لي الحاجات اللي عاوزها. اوكي طيب اهو بالمكان اهو، واسم الفايل اهو. انا عايز اضيف بقى التاريخ بالمره، الملف مضغوط تمام، اقول سيف، عمال سايب الخمسه فايل اهم، سيفهم وبعتهم وظبطهم. تمام طيب نرجع تاني اوريك حاجه في فيو ريبورت اهو، بيديني ريبورت الحاجات اللي انا عملتها. ودي التاريخ دهوت، نجرب تاني يا جماعه معلش. اهو تاوز بلانس اهو يا جماعه، نعمل له اكستراكت كده يا جماعه نشوف هيحصل ايه. اهو جاب عامل الاستراكشر بتاع الاول، الفايل اهو اللي فيه الريبورت بتاعنا، ترانسميتر كريدت بايت وكذا اهو كذا كذا، درونجز ترانسميتال بيزد اون مالتيبل درونجز فايلز اهي، دي الفايلز اللي خدها معاه. الريفرنس دي ديت الايه الاكس اس اتش اكس، ودي ترو فايل، ترو تايب فايل اهي، كل حاجه السي تي بي بتاعنا هو بيقول لي كل حاجه، والبلوتر استعملناه ايه، كل حاجه بيحطها لي هنا. وبعدين بيديك بقى بيديك ايه هنت كده معين، بيقول لك بليز كوبي ذيس فونتس تو ذا اوتوكاد فونتس دايركتوري تمام. التي تي اف برضه نفس الحكايه، البي سي برنت بليز كوبي تو ذا فولدر كذا، وهكذا بيشرح لك كل حاجه هنا موجوده تمام. طيب نطلع تاني، نشوف نفس الترتيب اهو يا جماعه. بصوا بقى عمل نفس الشكره، نفس التري بتاعنا العادي جدا اهو، حاطه نفس كل حاجه الاستراكشر هنا اهو، والشيت اهو، وهكذا احنا خدنا الفايلات دي فحطها في نفس الاستراكشر بتاعنا، نفس الاسم بتاعه التسميه تمام تمام وكل حاجه. الفونت اللي جابها اهي، الفونتات اللي هي موجوده الاس اتش اكس والتي اف اهو، تي تي اف، البورد ستايل اهو، وهكذا كل حاجه. الناس طيبين بصراحه، عادي يجمع كل حاجه ويحطها لك، تعب قوي في الموضوع ده. في استفسار يا جماعه لغايه هنا؟ تمام كده يا جماعه؟ الفرق بين السي تي بي والاس تي بي. انا بصراحه مش متجمع في دماغي دلوقتي، هو انا كنت عارف بس مش متجمع في دماغي. هو هرجع له حاضر واشوفه لك حاضر. بس هو عامه احنا بنستعمل السي تي بي عامه اكتر، لان هنا ولكن السي تي الاس تي بي فيه امكانيات اكتر من السي تي بي. ماشي؟ ولكن احنا بنستعمل عامه السي تي بي عامه في شغلنا كله هنا في مصر. طيب تمام كده يا جماعه؟ اي استفسار لغايه هنا؟ وصلنا لغايه الاي ترانسميت.
تيجي نجربها. هنيجي الاوتوكاد اهو يا جماعه، ملف جديد خالص، هنقول له ده ملف بي دي اف اللي احنا عاملينه، هناخد فيه ايه ده؟ لا، في امر في الاوتوكاد بيعمل يونيون للهاتش؟ لا مفيش. خدها اكس اف دي كلها، نقول له اوكي. الملفات كلها موجوده هنا يا جماعه. طب نشوف اللايرز هنا اسمها ايه. دي الاسامي اللايرز العاديه، نعمل بايند للاثنين دول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا اللي قفلت يا جماعة، أنا بس كنت مضطر أخرج ثانية واحدة ورجعت. حاضر المهندس، أنا كنت قافل الصوت يا جماعة معلش. اليونيون ما بيعملش في الأوتوكاد، بيعمل توحيد، بيعمل دمج للهاتش مفيش. في طريقة أرسم بيها البولي لاين بسلام نقط معينة بحيث يتحرك، ما يعملش خطوط مايلة بشكل الوصول للنقطة التالية ولكن ياخد سهل. ما انت بتعمل ارثو اهو، اللي هو الشكل ده اهو، بتدوس على الزرار ده اهوت، هو بيعمل لك اللاين اهو. يعني مثلا اقول له بري لاين اهو، هنقول له من النقطة دي يمشي كده اهو، ده خط مايل اهو. طب انا اعمل الشكل، ادوس هنا على الزرار ده هتلاقي الحاجة طالعة كلها متعامدة تمام. تمام هنعمل، قلنا هنعمل دوت بايند، هنعملهم بايند عادي، 4 و5 هنعملهم بايند عادي، و2 و3 هنعمل لهم بايند لانسرت عادي. انسرت طبعا عشان مش باين، مفيش بلوكات ولا حاجات زي كده، فايه فما دخلش حاجه اصلا. انما لو دخلنا يعني لو كنا عملناها هتلاقي مثلا البلوكات هنا موجوده بأشكال تانية مختلفة تانية موجودة. احنا جربناها يا جماعة في الفايل دوت اهو، اهو هنيجي نجربها هنا، هنقول له بايند، هنقول له بالانسرت اهو دلوقتي، نقول له اوكي. هنا اسم الفايل اللي هو الفريم اللي احنا عملنا له بايند مش باين في اللايرز هنا خالص. طب نعمل اندو عشان نرجعه تاني، اهو موجود اهو. نعمل له بايند بالطريقه التانيه اللي هو بالبايند العاديه مش بالانسرت، نقول له اوكي. هنيجي نبص في اللايرز هنا اهو، شفتوا يا جماعه اسم الفايل اهو جه، فاين دولار ساين زيرو دولار ساين اهو، وبعدين الفريم باين واضحه كده يا جماعه الفرق بين بايند وانسرت. انا مش فاهم بس نخلص حاجتنا ونفتح باب الاسئله نسال فيها يا جماعه. حاضر حاضر تمام كده يا جماعه لغايه هنا تمام. الكلاود احنا كنا خلال السنه اللي فاتت دي كلها كان كل واحد في البيت شغال من البيت وبيبعت ملفات على الايميل وبيستقبل، والموضوع ممكن اكون شغال في فايل وغير شغال فيه، الموضوع كبر وممكن يتاخر. طب واحد صاحبي ما بعتش، طب اخر حاجه عنده في
الموضوع الموضوع بقى غرس صح كده يا جماعه. طب انا عايز بقى سيستم معين زي السيرفر بس ايه زي ما بيقولوا الشطر تغزل برجل مش عارف ايه كده الشطر تغزل برجل المعزة. فعايزين حاجه خارجيه نبتدي ايه نعتمد عليها شويه بيننا وبين بعض، او مثلا تعمل شغل بينك وبين صاحبك عايز تعمله حاجه معينه فنعملها نفس الحكايه دي. طيب كله فتح الايميل ده يا جماعه؟ في حد لسه ما فتحوش؟ للناس اللي داخله جديد احنا عندنا ايميل اهو والباسورد بتاعته. ده الايميل بتاعنا وده الباسورد. هو هينفع الناس كلها تفتح نفس الايميل في نفس الوقت؟ اه انت مش ممكن عندك ايميل بتفتحه من جهاز ومن موبايل ومن جهاز عندك ممكن تفتحه؟ طيب انا هفتحه انا كمان. اهو هلاقي كل واحد يفتحه هتلاقي ظهر بعت لي رساله هنا بيقول لي انت فتحته من الجهاز الفلاني. وفي بقى الباص ده هوت اللي هو فيه الدرايف اللي احنا هنشتغل عليه او الفولدر الموجود على الشبكه هنشتغل عليه. ده يا جماعه ال جوجل درايف ده للتطبيق لما لو عايز تنزل برنامج عشان ده اللي نبتدي نشتغل عليه. هو ده اللي هو اللي هيساعدنا في الموضوع ان احنا نعمل ملفات ترانسميتر ما بين بيننا وبين بعض. البرنامج بتاعنا اللي هو الدرايف هننزله هنلاقيه بالشكل ده. هنا بتلاقي ملفات طلعت لو ملف تبعت ولا حاجه بتلاقيه فتح هنا. اوبن جوجل درايف فولدر اهو. طب يا جماعه انتوا كله نزلوا عنده دلوقتي؟ في حد لسه ما نزل ما فتحش الايميل؟ ده بيقول لي عايز رقم الهاتف ولا ده وانا كمان يا هندسه بيطلب مني رقم الهاتف برضه عشان مفتوح من اكتر من جهاز. هو تقريبا كده يبقى في مشكله لو اتفتح في نفس الوقت. طيب. ده اللي انا سالت فيه عشان احنا بنفتح لو اكونت يطلب من حد واحد. الموبايل هو بتاعي تقريبا ليه ماكسيمم يعني هو حتى جوجل عشان خاطر البروتكشن بتاعت الاكونتات لها ماكسيمم انك تعمل ساين ان بنفس الاكونت على اكتر من جهاز تقريبا اخرها 2 أو 3 والله اعلم يعني. بس كده يبقى في اوفر بروتكشن على الايميل عشان خاطر في كذا اكتر من واحد داخل عليه. ده رايي يعني. احنا عملناها قبل كده وكانت اشتغلت هيبقى اوفر بروتكشن ماشي. انا هفتحه هفتح عادي بس احنا عايزين نكمل الحاجه بتاعتنا عايزين نشوف احنا هنشتغل ازاي. هو ممكن نكتب رقم تليفون حضرتك ويبعت لحضرتك الرساله على التليفون بتاع حضرتك. ايوه اللي اخره 79 879 اهو. ده اللي هو اللي عليه الواتس. وانا هوافق على كل حد يدخل دلوقتي. انا لما حطيت له رقم التليفون دخل معايا عادي. تمام. دخل معايا انا كمان. تمام.
باشمهندس صبري بيقول ايه الفايده ان احنا ندخل على الايميل؟ الفايده ان احنا يبقى لينا كلنا مكان. الكلاود هو ايه؟ كل واحد ليه ايميل يعمل الايميل بياخد مساحه تخزينيه على عند الشركه نفسها اللي هي 15 جيجا تمام، اللي هي بيسميها درايف. في شركات ايا كان الاسم المسمى اللي عندهم، في شركات بتسميها كلاود، في شركات بتسميها ون، ايا كان الاسم، بس هي مكان سعه تخزينيه على السيرفرات بتاعه الشركه اللي هي اللي مدينا الايميل، اللي هي دلوقتي الجوجل. فجوجل مدينا مكان نشتغل عليه، فلازم كلنا نشتغل من مكان واحد عشان الفايلات محطوطه في المكان ده عشان نشتغل عليها كلنا. وانا طلبت من حضراتكم انكم تنزلوا الملف ده وتنزلوا البرنامج اللي هيفتح لكم يعمل ينزل الفولدر اللي موجود على الكلاود، ينزله في على الجهاز. هو زي هنا بالظبط هتلاقي مكتوب ايه، جوجل درايف اهو. دي الملفات اللي انا شغال عليها في اللي انا محطوطه في الكلاود. طب الكلاود ده ندوس على ايه في جوجل عشان خاطر ننزل الملف أهو. ده انا اهو هو الرابط ده، هي الصفحه دي تفتحها محطوط، يا يعني الرابط ده محطوط على الايميل يعني اهو، انا بعته اهو. ده هيديك برنامج تنزله عندك يعمل لك الدرايف اللي على السيرفر هناك، ينزله لك على الفولدر عندك زي بالظبط موجود عندك بالظبط. انا هلغي بس ملفات من عليه دلوقتي عشان ايه، عشان يبقى سهل ان هو تنزله كل حاجه من عليه. طب ازاي نفتحه؟ اختار رقم، مش فاهم، اختار رقم 7 7 6 ايه انا مظهرش. طب جرب تاني عشان امان، ما انا هلغي الحاجات دي منها عشان تبقى المساحه موجوده سهله عندكم، لان انا هرفع المحاضره الاولى رفعتها هنا اهي، فانا هلغيها. دلوقتي هو كاتب لي داونلود ناو، نضغط ولا نستنى ولا نعمل ايه؟ داونلود ما ده بينزلك البرنامج نفسه. تمام. البرنامج نفسه 280 ميجا. عشان كده يا جماعه انا قبل كده دفعت، قلت المره اللي فاتت قلت لكم اقروا الحته دي ونزلوها عشان يبقى في وقت. طيب ايه رايكم يا جماعه؟ تيجوا تشتغلوا عليه ونشوف النقطه اللي بعديها، والمره الجايه نكمل النقطه. يعني المفروض ان الكلاود ده حضرتك بترفع عليه كل المحاضرات صح كده؟ ما انا لا انا برفع، انا كنت برفع عليها الاول بعدين على برفع اليوتيوب دلوقتي احسن عشان ما ينزلش مساحات عندكم، يعني ما ياخدش مساحات عندكم في الشبكه في الشغل عندكم، يعني في ما ياخدش شبكه في النت بتاعكم. فاليوتيوب موجوده واللي عايز يتفرج عليها. امال ده ليه فايده تانية يعني غير الفيديوهات؟ هو حضرتك مش انت عندك في الشركه في سيرفر بتشتغل عليه؟ اكيد. طيب عايزين نعمل نفس المبدا بينه وبين بعض، ايه رايك؟ تمام زي الفل. طب تنزلوها يا جماعه، لان طبعا شكله هياخد وقت طويل، فتنزلوها يا ريت.
اللي معاه موبايل هيبقى الدرايف موجود عليه على طول جاهز، الموبايل موجود فيه الدرايف، لو حد يفتح على الموبايل ولا حاجه يفتح الايميل ده مع الموبايل، الدرايف موجود على الجهاز، على اذا كان موبايل او تاب او ايا كان يعني. طب ايه رايكم يا جماعه؟ نتجاوز النقطه دي قبل ما كله ينزل البرنامج بعد كده ويشتغل عليه. تمام. طب لو سمحتوا يا جماعه انتوا عندكم دلوقتي الرابط بتاع البرنامج، يا ريت تنزلوه، موجود اهو ده رابط البرنامج، وهنعمل لكم تاني الرابط والايميل. اهو ده الرابط وده الايميل وده الباسورد بتاعته. خلي بالكم من الكابيتال والسمول ليترز عشان بيحس بيها، دي سنسيتيف. تمام يا جماعه؟ فيكم دماغ نكمل ولا ناجل لبقى المره الجايه؟ هو كده الكورس نفسه فيه ناقص فيه كام بوينت كده ويخلص؟ في هنا هنعمل انتروداكشن للليزب النهار، المفروض المره دي يعني، بعدين نعمل اوبشن ديالوج بوكس وازاي نستعملها في الاوبشن ديالوج بوكس. تمام، شرح بسيط لي بعض النقاط اللي فيه، والكوماند اليز اديتور ازاي اغير الامر بتاع كوماند مثلا ال فور لاين ازاي اغيرها، السيستم فاريبل يعني ايه، والحاجات دي كلها السيستم فاريبل. والله استاذ حسن انا رايي برضو، والناس برضو ليها الراي، لو نخلي الكلام ده كله في محاضره تبتدي من المره الجايه، بس ان هي اكتر من بوينت فناخدهم كلهم مع بعض المره الجايه. وبالاضافه برضه يا باشمهندس مثلا ننزل برنامج يعني. طيب احنا حكايه الكلاود دي هي موضوع سهل وبسيط، بس كلنا نكون فاتحين، فالمره الجايه كل واحد يحاول يا جماعه ينزله ويشتغل عليه. انا لو جيت طلب، لو حد طلب مني ولا حاجه انا هبعت له، ان يعني في طلب مني هنا، في حد ابتدى يدخل وابتدى يطلب مني، ففي رقم سري عندي 824412 824412، لو حد طلب منه رقم الرقم بتاعه. محمود الليزب، حاضر الليزب. طبعا يا جماعه هنعمل بدايه بالسي، انا عايز اوضح نقطه يا جماعه، حكايه الحضور وال، انا دلوقتي انا اتكلم عن نفسي، انا خبره دلوقتي حوالي 21 سنه، انا ممكن امس ممكن نعمل دوسي، مش هقول لكم كام ورقه، شهاده خبرات وشهاده مش عارف ايه وشهاده و و والحاجات دي كلها، وهدوسي وانا حضرت كذا وكذا وكذا. تمام، ولكن هتخش المكان هتختبر فيه، اول حاجه بيقولها لك شكرا الورقه ده حطه على جنب، تعالى اختبرك. انا بدخل شركات بيقول لي اتفضل على الجهاز اهو قدامك وريني هتعمل ايه، فمن شغلي بيبان انا شغال كويس ولا لا وهكذا. فطبعا كل واحد ديك حق ان هو، انا ما بتكلمش ان اقول الشهادات هتاخدوها، ولكن انا عايز اقول لك، عايز اكلم الناس اقول لهم اهتموا شويه بالشهادات، طبعا هتفرق معاكم طبعا، ولكن الاوتوكاد انا، طب اقول لحضرتك انا ما في شركه دخلت انا معيش دلوقتي اوتوكاد، انا معيش شهاده في الاوتوكاد. حد يتوقع حكايه كده؟ انا معيش شهاده اوتوكاد لغايه دلوقتي، انا في الاوتوكاد نفسه معيش شهاده، والبرمجه الليز برضه معيش شهاده، وايه تاني؟ الشهاده اللي معايا بتاعت الريفت انا نسيته اصلا، فلو حد يتكرم عليا ويشرح لي الموضوع انا موافق، ويرجعني تاني للموضوع انا موافق. فهي يا جماعه حكايه، انا هتقول مثلا مستواي جيد في الاوتوكاد، طب وريني هتعمل ايه؟
طبعا لانه هم ابتدوا يتجاهلوا الورق ليه يا جماعه دلوقتي او في مصر عامه ابتدوا يتجاهلوا الورق لانه في ناس بتكتب ورق كتير قوي كله بيكتب ورق دلوقتي وبيقدم شهادات و والحاجات دي كلها ما انا ممكن اخش مثلا هحضر محاضره واكتب البتاع واخد الشهاده تمام يا جماعه فيعني نهتم شويه بالمحتوى ونهتم ازاي نشتغل هي دي الاهم كويس شويه الشهاده طبعا كده كده هتاخدها مش تقول لا هتشرح البرمجه الليزب انا هشرح مقدمه للليزب عشان لما نظبط لما نشتغل على سيستم فاريبل والسيستم فاريبل دهيت وازاي نعمل لها ايديتنج هتفيدنا الليزب هيورينا ازاي نعمله هيساعدنا في الحته دي ان احنا نحفظ الفاريبلز في ملف ونستعملها في كل ملف اوتوكاد نفتحه تمام فهي بس البدايه لكن الليزب كليزب بقى نفسه كشرح الليزب هنعمل له محاضره خاصه بيه سلسله طبعا محاضرات طبعا ممكن توصل ل 10 محاضرات مثلا نشرح فيها الليزب وازاي نعمل برمجه بالليزب طيب اي حد عنده اسئله يا جماعه لو ممكن نخلي اسئله يعني حضرتك عندك انترودكشن ولا ممكن نسال احنا بقى اسئله خاصه بالناس اللي كل واحد ليه سؤال او سؤالين او حاجات دي يعني ابراهيم تسلم استاذ ابراهيم باشمهندس ابراهيم تسلم باشمهندس حد عنده حد عنده اسئله يا جماعه عامه لان احنا كده بتهيألي الادمغه هنجت فهنوقف شويه كده يعني كان عندي سؤال في الليدر يا باشمهندس حسن بالنسبه بس للدايمنشن ستايل او تكست ستايل خلاص ما هي معروفه من هنا انا بخش على الدايمنشن ستايل وبختار بختار الدايمنشن بتاعي او واللاين بتاعتي والحاجات دي كلها وخلاص طب انا لو عايز اعمل نفس الكلام ده للليدر انا ما اعرفش الاوردر بتاعها ايه اللي هو الليدر مانجر بقى او حاجه زي كده اهو الامر هو يا جماعه فين حاضر ابعته لك دلوقتي انا مش عارف انتوا كنتوا زعلانين مني النهارده مش عارف ليه Welcome Hassan CAD to Cairo Architecture and Planning Cap Welcome Indra Desktop SSV VLE 5 to Indra Egypt MEP Department Kashaf Hassan CAD to Kashaf Egypt هو ايه الكلام ده هو ده الامر بتاع تكتبه عندك هتلاقي ظهر عندك الشكل ده اهو فين الامر اه تسلم المهندس ماهر كتبه هو برضو شكرا شونس شكرا هيفتح معانا الشكل ده يا جماعه وبرضو نفس المبدا يعني هي الفكره واحده في المانجرز كلها في الاوتوكاد هنا تقول له موديفاي دي تغير الفورمات بتاع اللي انت عايزه الليدر اهو الستايل اللي انت عايز شكله ايه في ثلاثة في الستريت اللي هو الشكل ده ستريت وفي اس بي لاين هتلاقي الشكل ده كله الكيرف ده اهو خدت الفرق يا جماعه شفت الفرق بينهم هنعمله تاني نرجع ستريت اهو نرجع اس بي لاين عايز لونه ايه طبعا باي لاير بيبقى احسن لاين تايب باي لاير لاين ويت باي لاير عشان كله ياخد اللايرز اي حطه عليه بيشتغل عليه على طول الاند بتاعته الارو هيد شكله ايه كلوزد لو عايز اعمل واحد تاني يبقى دوت السايز بتاعه كام اهو الليدر بريك بريك سايز اهو يا جماعه اللي هي البريك بعد كده الليدر استراكشر ماكسيمم نمبر انا عندي عامل نقطتين اللي هي نقطه البدايه وفي نقطتين بعد كده فانا ممكن اخليهم اكتر من نقطتين بس يعني النقطتين بيبقى حلوه يعني First segment angle
بنحدد ايه الخط ده ايه من هنا. طبعا بسيبه احسن سكند سيجمنت انجل برضو نفس الحكايه بسيبها ماشي. لاندنج ستايل انوتيتيف لو عايز انوتيتيف او لا. في كونتنتس اهو بقى. في التكست نفسه بيبقى ايه انت عايزه مالتي تكست او بلوك او نان. لو بلوك لو انت عايز تحطه هنا في التكست بلوك معين هيتحط. وعايز تحطه معين هنا في يعني مثلا في بلوك فيه اتريبيوت انت عايز تحطه هنا مكان التكست هيظهر لك هنا في... هتختار هنا البلوك وهيظهر لك تمام. طب لو انت عملت التكست انت عايز الستاندرد بتاعك التكست ستايل ايه والتكست انجل عايزه هوريزونتال ولا مايل شويه ماشي. الكالر بتاعه ايه طبعا بايد لاير. التكست هايت 2.5 او 3. اولويز ليفت جاستيفيكيشن خليه دايما على الشمال. والفريم تكست اعمل تكست فريم التكست هو الخط اللي حوالين التكست ده. احنا هنستعمل ولا الحاجات دي يا جماعه احنا بنحطها هي الاوتوكاد بيحطها لك انت هتستعملها استعملها مش تستعملها سيبها تمام. الليدر كونكشن اهو وهكذا. طبعا بتقعد التعديلات دي كلها تقعد بتظبط انت بقى بتاعتك النقطه دي انت عاوز المسافات دي ايه وعايز الحاجات دي كلها ايه حسب المكتب اللي انت اشتغل فيه او حسب ما انت عايز تعمل سيستم معين ليك تشتغل عليه. تمام كده يا جماعه. شكرا يا استاذ حسن. كان ليا سؤال تاني بس في امر فلتر. امر فلتر من الاوامر اللي هي بتجيب لك كل الاليمنتس اللي بتشتغل عليها بلوكات هاتش تكست مالتي ليدر مش عارف ايه. لما احب مثلا انا العب في هاتش مثلا وليكن للعمدان باجي اعمل عليها سيلكشن تمام وبختار اد تو ذا ليست وبعد كده بعمل اد تو اول مثلا او الكلام ده كله. المفروض ان انا ببقى عامل سوبرفايزوري على كل الهاتشات اللي اخترتها لبلوك العمدان وليكن مثلا بس ما بقدرش اغير في فيها كلها مره واحده. فبحس ان الفلتر او امر الفلتر من الاوامر الصعبه ان الواحد يقدر يشتغل بيها في الكاد. هل انا بشتغل غلط او هل هي لا تكنيك معين في الشغل؟ بص كامر يعني المثل اللي بيقول لك كل شيء كل طريقته. احنا الاوتوكاد يعني ممكن توصلك كل طرق تؤدي لروما. في اساليب معينه في حاجه في كذا حاجه ممكن تعمل بيها زي اللاين. في لاين وبولي لاين و3 دي باين في حاجات كتير. لو عندي هاتش موحد يعني لو هقول مثلا عندي 30 عمود حضر. مثلا حضر. 30 حضر. عمود حضر. في بلان لو عايز اغير الهاتش مره واحده هل في طريقه تخليني اعمل حاجه كده بدل ما اعمل واحد ومتش الثاني والكلام اللي هو بيضيع حضر. وقت ده حاضر حاضر شكرا شكرا. انا بقول لك كل شيخ ليه طريقته. في واحد بيستعمل بطريقه معينه فانا 4-6 طرق. فانت بتستعمل بطريقه فلتر. في واحد تاني بيستعمل بطريقه ثانيه. انا بستعمل بالكويك سيلكت كيو سيلكت. انا بلاقيها ايه اسرع واحسن. يعني مثلا لو فتحنا فايل عشان يبقى فيه اوبجكتس كتير اهو ده في 3000 اوبجكت اهو منهم 3100 بلو لاين تمام. هقول له كويك سيلكت نعم هي الثلاث حاجات دول ممكن تستعملها. فهنا بيقول لي ايه الاوبجكت هنا انت عايز تختار ايه الهاتش. فهنا بقى البروبرتيز بتاعته ايه هو لير باسم معين مثلا. فانت هتقول له مثلا في الباترن نيم اسمه ايه للسوليد انا عايز اجيب السوليد. هقول له اوكي راح عامل لي سيلكت على الهاتش اللي هو سوليد. راح مغير في البروبرتيز الشكل اللي انا عايزه واعمله هنا. دي طريقه ثانيه ممكن نستعمل بيها. واضحه كده يا باشمهندس الطريقه دي؟ تمام واضحه يا باشمهندس حسن. كويك سيلكت ثاني سكيب اهو كيو سيلكت
بيقول لك انت عايز انت اير دروينج، لو انت عايز جزء بس معين فانا بختار الجزء المعين ده مثلا اهو، بيقول لي انت عاوز ايه الاوبجكت اللي انت عايزه، عايز تعمل البوري لاين او الهاتش اهو اللي اسمه سوليد، اقول له اوكي هعدد السوليد الهاتش السوليد الموجود في اللوحه في الجزء اللي انا اخترته بس. تمام 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 كده تمام. تالي دي احسن لك، بتهيألي اسرع لك. وهنا البروبرتي موجوده هنا اهي، انا عايز اغير السوليد اغيره لحاجه ثانيه. هو اسرع وشكله اسهل كمان عن فلتر، يعني شكله اسهل عن فلتر في الشغل كمان. اهو بص بقى يا جماعه ابتدى يتحول ازاي اهو، وهات انت شايف دلوقتي سكيل هنخليها 0.25 اهو، صغر معانا اهو الروتيشن في الانجل بتاعته اهي، الانجل اهي نخليها 20 اهو. تمام كده يا جماعه، الحكايه بقت سهله واظرف كده. انا جربت كذا حاجه، انا بصراحه لقيت كويك سيلكت اسرع لي واسهل لي ان اشتغل عليها، فانا خدت كويك سيلكت. سؤال بعد اذن حضرتك برضو، مثلا انا شغل ال ام اي بي مثلا بالنسبه لنا احنا كمهندسين ميكانيكا، انا بقرا المعماري اليمنت وبقرا المدني اليمنت، فخصوصا في العمدان مثلا او ساعات بيكون اللوحه جايه على كذا لاير، لان هي مثلا بتبقى بالنسبه لهم كذا مقاس في بالنسبه للشغل المدني والكلام ده كله، فهل في طريقه مثلا، او ساعات بتبقى جايه كذا هاتش كمان، هل في طريقه ان انا اوحد كل الحاجات دي كلها بامر او بامرين، بدل ما ارهق نفسي ان انا افضل كل واحده اعمل سيميلاريتي لللاير بتاعتها واعمل سيميلاريتي للهاتش بتاعتها، وبتاخد وقت كبير قوي في الشغل؟ صعب، لان الاوتوكاد بيعتمد على الاوبجكت مش بيعتمد على اليمنت، غير الريفت، الريفت بيعتمد على اليمنت. بالظبط. طبعا كل واحد ليه، طبعا كل برنامج ليه مميزه وعيوب، مزايا وعيوب. هو الاوتوكاد كده بيعتمد على الاوبجكت، على لاين، ما هو انا مش معرفه اللاين ده ايه. تمام، فانت هو فاهم اللاين، انت ما دي بقى حاطه على لاير ايه ومش لاير ايه والحاجات دي كلها مش هيدركها. على الريفت عكس، الريفت بيعرفها وبيحس بيها. فانت لو تقول له هات لي العمدان كلها، يقول لك هيعمل لك العمدان كلها، يقول لك هات واحددها لك. ده الفرق بينهم. تمام كده؟ انا فاهم الفرق. انا بقول لحضرتك هل في حاجه تخليني بسهوله احط احولهم كلهم يبقوا حاجه واحده مثلا؟ لا مفيش. لا طيب حد عنده سؤال ثاني؟ شكرا. نرجع بس للمهندسة سمية. مهندسة سمية موجودة؟ مهندسة سمية شكلها قبل ما جاوب سؤالها مشيت. لا موجودة باشمهندس. أهلا، ازيك يا مهندسة؟ أنا بس سجلت سؤالك شوية عشان بس اعرف اجاوب عليه براحتي. تمام طيب بص يا باشمهندس، انا في عربيه هيونداي وفي عربيه بي ام وفي عربيه هامر، انا عاوز ايه او متطلباتي ايه عشان كده اشتري عربيه عليها؟ انا مش ممكن مثلا ابقى شغال مندوب بلف كتير قوي بالعربيه هروح اجيب عربيه هامر. تمام، هي الفكره في كده. انت الاوتوكاد حضرتك بتستعمليه في ايه؟ حضرتك بتستعملي ريفيو بس وعرض، في ناس معاك معندك رسامين بيشتغلوا وحاجات زي كده، ولا بترسمي بايدك؟ طب بترسمي بايدك ايه الاوبجكت اللي عايزاها؟ انا عشان انا رسام فانا مضطر ادوس في الاوتوكاد جامد جدا لان هو ده تخصصي، لكن حضرتك لكن حد يكون مهندس مثلا مش هيبص للاوتوكاد قوي. طيب انا عايز ابقى قوي في الاوتوكاد زي اي حد تاني، شغل كتير واقعد اراجع مع الناس، يعني طبعا بقعد اسال اسئله، بسال اللي حواليا ودي ازاي وليه، خش على المنتديات واقعد ادور، انا بقعد ادور كتير في حاجات زي كده وبقعد اسال ناس كتير. واهم حاجه بقى بتبقى معايا ان انا بطلع المعلومه اللي عندي دي، انا لاحظتها ان انا لما بطلع المعلومه اللي عندي، طبعا كل واحد فينا عايز يبقى افضل واحد في المكان اللي هو فيه. فانا مثلا عندي 10 معلومات، فانا معايا في المكتب مثلا 5 افراد تانيين معايا، اروح مديهم ال10 معلومات اللي عندي، بقيت عندهم ال10 معلومات زيهم،
فحته النفسيه اللي عندي انا عايز اكون احسن واحد، فاروح مدور على حاجات تانية، هلاقيني جبت 10 معلومات تانيين اروح مديهم للي حواليا، انا استفدت منهم وخدت منهم ثواب، لان طبعا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، واحده منهم علم ينتفع به، فانا بدي العلم، فانا بلاقي نفسي مستواي برضه بقى عادي، فابتدي ادور، فانا بقعد ادور كتير، بقعد ادور كتير على المعلومات، واقعد ادور معلومات كتير وابتدي اشتغل احفظها واشتغل بيها واشتغل بيها كتير. طيب احنا لما كنا بنتعلم شطرنج، اللي بيعرف اللي بيتعلم شطرنج، ففي حد بيلعب شطرنج هنا؟ كان في الاول لما اول ما يجي يلعب يروح قايل ايه، احنا هنشيل الفيل ويلعب، فانت عندك ثلاث اجزاء اللي هما الطابيه، انا مش عارف بسميها بالمصري، الطابيه والحصان والفيل. فلما كنا نتعلم يقول لك ايه، شيل الطابيه والحصان والعب بالفيل بس. فبعد العب الفيل لغايه لما احفظ كل امكانياته واعرف كل حاجته وكل حركاته وبيتحرك ازاي وبيروح بيجي ازاي، يروح قايل لنا شيل الطابيه، شيل الفيل، حط الحصان، ابتدي اشتغل بالحصان وهكذا. طيب انا المهم عندي، المهم ان انا اعرف كل حاجه في الاوتوكاد ولا ابقى متمكن في الحاجات اللي معايا؟ لا، متمكن في الحاجات اللي معايا. انا عندي كم معلومه؟ انا برسم لاين، واللاين احط عليه دايمنشن وبكتب عليه تكست. لو تمكنت ان انا خليت اللوحه طالعه فيها الداتا الكامله اللي هي اللي قلنا عليهم، هنكتبهم تاني، اس فور شيب و M for material، و D for dimension، هي S D M. تمام، التلات حاجات دول لو حطيتهم في لوحه، عملت شيب صح وحطيته ديمنشن صح والماتيريال كتبتها صح، ازاي؟ انا عندي شكل اهو 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 اهو، تمام. في واحد هيحط ديمنشن، هيحطها بالطريقه دي، حد شايف حاجة؟ حد شايف حاجة؟ طب تيجي نشيل الدايمنشن، نجرب حاجة تانية، هنعمل ريكتانجل كده وهمي، وهعمل مسافة محددة اللي هي المسافة دي مثلا، دي كام؟ هعمل اوفست كل واحد اهو كذا خط كده، امسح ده بقى عشان اشتغل كويس، احط الدايمنشن بتاعتي اهو، الدايمنشن الاخير ده بتاع التوتال اروح مجمعه بره. طبعا نفس الحكايه فوق وتحت ويمين وشمال، نفس الحكايه. ها ايه رايكم؟ انا جبت لكم الشكلين دلوقتي اهم، وهغير اللون دي بس عشان تبقى باينه ان هي الخط الديمنشن حواليها. ايه رايكم يا جماعه؟ في فرق بين الاثنين ولا ما فيش؟ في فرق كبير طبعا ما بين الاثنين. ممكن نفس الحكايه عملها في كل ناحيه، في فرق صح؟
لسه بقى ما حطيناش الدايمنشن. احنا حطينا ايه؟ احنا قايلين 3 شيب، ظبطنا الشيب اهو الدايمنشن الماتيريال. هروح عامل الليدر بتاعي ليدر كويك ليدر، اهو 20 mm 30 mm GI steel plate اهو. change case كله ابر تمام، 30 mm GI steel plate اهو، او بلايوود مثلا 18 mm بلايوود. شايفين الاثنين؟ اولا انا تناسق الاوعاد طبعا المعلومه عرفت اديها، عرفت اوصلها. طبعا هكتب تايتل هنا تحتيها ستيل بليت داتا او ستيل بليت تيبيكال ستيل بليت وهكذا. فانا التايتل معانا هنحط تكست برضه هنا التايتل اهو ستيل بليت ديتيلز اهو. ايه رايكم كده يا جماعه؟ اهو ايه رايكم؟ المهم انا عندي الامكانيات ايه واقدر اشتغل بيها ايه، واثق في نفسي. يعني انا مش هقعد اقول بقى ده انا مني ماشي يشتغل، اللي يشتغل احسن مني سهل، مفيش حد زي اتنين. وخلي بالكم ده رزق، يعني مكان ممكن الاقي مثلا واحد موجود في مكان كان، يعني انا كنت بلاقي في اماكن انا داخل اماكن في ناس اعلى مني في المستوى وانا ممكن اكون مرتبي اعلى منه، وفي اماكن تانية اشتغل فيها الاقي في ناس مستواها اقل مني بكتير ومرتبه اعلى مني. ده رزق بتاع ربنا، او الراجل ده مش عارفين هو وراه ايه، ربنا بيديله الرزق. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما اخلص، لما ادي، لما ادي المعلومه اللي عندي محمد يعملوا ليه؟ اللهم انفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، فربنا هيبارك في الشغل بتاعي. انا الحمد لله لما معلومه يعني في حاجه نكمل الكوش برجع اقولها تاني فوقتين. شفتوها انتوا في الداتا اكستراكت، بتجاوز بعض الحاجات لان مش وقتها، ففيها هلخبط كل ابتدي تدخل في حاجات دي. دي حاجه ممكن واحد بس الحالتين صوت ما خلص يا استاذ حسن. أستاذ حسن تمام يا باشمهندسة؟ تمام، ربنا يكرمك بجزيل خير. أستاذ حسن بالنسبة للدرايف، جوجل درايف، هو دلوقتي طلب مني كرييت سترونج باسورد، ما اعرفش ليه، هل ده بسبب ان كذا حد فتح الدرايف بتاع الاكونت ولا لا؟ مش عارف والله. فطبعا انا مش هقدر اعمل كرييت باسورد، يعني دي حاجة تبع حضرتك، فلو حضرتك تقدر تغير الباسورد وتعمل حاجة أصعب شوية عشان خاطر نقدر نعمل من عنده ساين إن من عندنا إحنا على الدرايف بتاع حضرتك عشان الكلاود، يبقى كل الكلاود فاتح عندنا برضه.
بس هو حاليا انا فتحت الدرايف بس مش هقدر ادخل على الدرايف. نزلت عملت داونلود للدرايف بس مش هقدر ادخل عليه. بس حبيت اعرف حضرتك المعلومة دي، ان هو طالب تشينج باسورد او كرييت سترونج باسورد. حضرتك سامعني استاذ حسن؟ أستاذ حسن معانا يا جماعة ولا طلع ولا إيه؟ هو بس الباشمهندس عنده مشكلة في النت فبيدخل وبيطلع، يعني ده المشكلة بس. هو في مشكلة إن إحنا نعدي ساعتين على الزوم ولا بيحصل فيه مشكلة في السيرفر بعد كده؟ لا احنا هنا على زوم بس خاص ب 100 ريبيا مفيش مشكلة. تمام. أستاذ حسن حضرتك سمعت أنا قلت إيه آخر دقيقتين ولا عيد حضرتك ايوه تاني؟ سمعت آه تمام هعمل تمام سترو، شكرا. هعمل باسورد ثانيه وابعتها لك اه يا ريت على تبقى ال باسورد كبيره يعني وفيها حاضر كاركترز مثلا صعبه حاضر شويه، حاضر بحس ان ميبقاش فيه حاضر شبهه هاكينج على الدرايف خلاص اكاونت او حاجه زي كده يعني. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. ماشي حاضر ماشي حاضر. طب يا باشمهندس سمية كده تمام يا باشمهندس؟ باشمهندس سمية ايوه يا باشمهندس، ربنا يكرمك ويجزيك خير. طيب كده تمام. وعلى العموم في اي وقت انا مع حضراتكم الواتس بتاعي، ابعتي لي في اي حاجه، اي حاجه مشكله في اي وقت انا معاكي. طبعا الكلام ده موجه بس لاي لازم حد. حضرتك بس عشان لو المحاضرة خلصت حضرتك بس يبقى اعمل لنا ابديت بالباسورد الجديد على الواتس شات، حتى على الاقل حاضر يا الجروب باشمهندس واتس يعني جروب الواتس. حاضر يا شكرا باشمهندس جزيلا استاذ، شكرا شكرا يا جزيلا باشمهندس. يا باشمهندس. الكلام ده للناس كلها.